الحباب واخيرا وصلتني تينيكول اسيت برو، ماكينه من اروع الماكن على قبليه تنظيف الارض، سهله في المونتاج. هنوريكم كيفاش هنركبها. لي زاكسيسوار فيها ساهلين باش تركبيهم في الكارتون، لو مود دومبلوا كاين لو ليفر كاين لي زاكسيسوار. هي راه ثقيله ولكن انت تبغي تخدمي بها، فيها جوج واحد جوج لعيبات تحت تتسهل على اساس انك تمانيبوليها. فيها دو ريزيرفوار بالنسبه للمنقي اللور والماء المصخ حشكي، القدام هذا لي اللور راه نقي. فيها لي زاكسيسوار والدوبل تاع لو فيلتر ساهله. فيها الباتري اللي تتشارجا، من الاحسن تشارجيها في البدايه من 5 حتى 6 سوايع. تتسيق، تتغسل، تتنظف بواحد الطريقه واعره، وفيها لا لوميير ليد تيجي مع هذا لو برودوي. المهم انا هنركبها وهنوريكي طريقه الاستعمال، سهله وبسيطه، وسورتو على اساس انها تنقي عندك البارتما الدار الماء تسياق. هتنسي تسياق البنات حبابات، يشوفوا هذا هاد اللعيبه هاد الاكسسوار تيتجمعوا في نفس الباغي، يعني كل شيء تيبقى مجموع. هانتي شوفي هذا تدخل هنا لا بروس لا دوزيام، ديجا كاينه وحده كيما قلت ها هي هادي تتحط هنايا. هاد الاكسسوار ها هو حبيباتي، والفلتر الثاني تكون هنايا. سي تري براتيك سي تري فونكسيونيل. كيما شفتوا التركيب تاع ساهل البنات. لا باتري 40 دقيقه 40 مينوت لا باتري تتبقى، يعني راه تخدمي بها 40 دقيقه راه ما تجفي حبيباتي. هناتني شوفوا الغيزيرفوار، هذا هو اللي تيكون اللور سميتو، درت فيه واحد البسي بوشون. المهم انا راه جربت هاد الايام البنات، راه ما نزلت الفيديو تجربتها مزيان. خلونا في التعليق البنات اللي خادمين بها وعطونا الاراء. راه تينيكو راه عندها بزاف الحوايج، عندها بزاف الحوايج بالنسبه لهذا الشيء، ولكن هاد تينيكو الاسيت برو راه تبارك الله حتى هي عندها ما يتقال. تتنقي، تتعقم، تتغسل مزيان الارضيه البنات. التركيب تاعها كما شفتوا سهل وفاسين ومانيابل، وتتمشي للبتي كوين. هذوك لي بتي كوين راه تتنقيهم بواحد الطريقه مزيانه، تتهنى كما قلت اختي من الجفاف، من الكراطه، من السطل، من هذا الشيء. انا اختي هتخدم ليا راه كما شفتوا الكارلاج والكارلاج وسميتو والباركي، تدوز على الارضيه كل اي نوع تاع الارضيه تدوز عليها، تتنقيها بطريقه ممتازه. حباباتي كما شفتوا لو ماغبغ دو كافي ها هو جمعاتو، كما قلت لكم تدوز في سميتو في الكارلاج، في بزاف الانواع تاع لوسول، في كلش الانواع تاع لوسول، في لو باركي تتنقي مزيان، وهذاك لا لوميير ليد تتخلي على اساس انها تبين لك هذاك الشيء اللي كاين، و اون ميم طون تتاسبيري مزيان. راه تتوقف بوحدها، هانتوما راه تتوقف بوحدها، تتبقى بوحدها، وهنايا ها هو لو مغبغ دو كافي كله جمعته. هنغسلها هي هذيك، هنقيها وصافي، وردها للستاسيون باش تشارجا. لو بلوز امبورطون عندها 40 دقيقة تاع لوتونومي، 40 مينوت تاع لوتونومي، يعني راه تجمعي دوزيها على البارتمان ولا على الدار ولا شحال من حاجة. المهم ما نكذبش عليكم، اللي جربتها تخلي لي في التعليق، نفعتني نفعتني لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. ايوا احمد لك يا ربي شكرنا لك. العيالات حباباتي، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. تاع الاخوان مرحبا، المقاطع اللي شفتوهم تاع الفيديو الاولاني راني دايراهم تقريبا
الاخر تاع السيمانه اللي رحلنا هنايا للدار الجديده. المهم شاركت معكم تينيكو وريتها لكم وجربتها قبل، وحيت توفى الاب تاعي ما قديتش ننزل الفيديو، بحراها نزلونا تشوفوه. المهم اللي كما قلت لكم اللي عندها معلومات على قبالي تينيكو خليها هي في التعاليق. المهم انا دابا راني نجيب مجربها هذه مده، كاين محسن منها، راه كاينه الجديده هي اللي خارجه، هذه اللي جربت لكم الاسيت برو. المهم بغيتي تطلعي فيها وتحاولي عليها واحد المده طويله، دوزي لاسبيراتور سورتو اللي كان عندك سميتو الدنيا يعني عامره بزاف، من الاحسن دوزي لاسبيراتور بغيتي تحاولي عليها مزيان. عندك غير دي بتيت ميات غير دوزيها، فهمتيني؟ المهم الجديده راه عندها واحد لا روطاسيون احسن من هذه الاسيت بلس. عندي كود برومو هيبدا في 8 الليله تاع 8 اكتوبر للسعود. المهم فيه نهار الكود برومو فيه 24 ساعة، هاد الكود برومو فيه دي فلاش في السيت تاع تينيكو، السيت تاع تينيكو خودي اللي بغيتي، كاينة برومو فيها 3% بالنسبة لهاد الكود برومو. كنتي مشي ليا تاخدي هادي مدة هاهو الكود ينفعكي، ما كنتيش مشي ليها وما دايرهاش في الحساب، انا اختي شاركتها معاكي وريتها ليكي. ما نكذبش عليكي كما قلت لك في الفيديو، راني من جيت رحلت للدار السيمانه الاولى توصلت بها نفعتني، يعني اللي كان شي حاجه طايحه راه تنهزها وتنخدم بها بواحد الطريقه، راه تجيكم في البدء تجيكم ثقيله، ولكن راه من تبداي تخدمي بها راه فيها واحد لا روطاسيون، فيها واحد لا مانيبيلاسيون ساهله، هي اللي تدوز انت غير تسكونترولي. الشريه تاعك المعقول، يعني الشريه تاعك المعقول ماشي الشريه تاعك العقل، لان ثمنها تبارك الله راه ماشي شي حاجه رخيصه. المهم ها هو الكود برومو، كنتي مشي هي تاخديها وهاد الوجيبه بالك الكود برومو خديها، ما كنتيش في الحساب انا شاركت معاك والبنات يخلوا لينا تنفع في البارتمان في الديور في كل شيء. وكما قلت لكم انا اللي كانت حاجه خفيفه راه كندوزها، اللي كانت الدار عمرت الوليدات خرجوا يلعبوا الجرده وجابوا التراب وداك الشيء كندوز اختي لاسبيراتور هي الاولى باش نحاول عليها باش نحافظ عليها. ما نكذبش عليكم راه تتسيق بواحد الطريقه مزيانه وفيها كما شفتوا سميتو لا لوميير، هادشي اللي كان في هذا الفيديو سميتو هنخلي لكم بيان سيغ راه حنحط لكم وانا تنهضر سميتو المعلومات على قبالي تينيكو السيت ويب تاع فرنسا www.tinico.fr تاع فرنسا راني حطيتي في دي فلاش، راح تكون عندك واحد لا ريدكسيون واحد التخفيض في هاد النهار 24 ساعه. كنتي محتاجاها مرحبا، ما كنتيش محتاجاها انا شاركت معاك يا اختي سميتو لاباراي، وما عندهمش غير هذا عندهم بزاف الحوايج وعندهم حتى لي زاباراي غيدخلوا. المهم عندهم العجب المتعجب تينيكو راه عندهم عطا الله حويجات، وهذه الاخره اللي خرجت الاس وقيله اللي خرجت راه فيها واحد لاغوطاسيون زينه تاعي. المهم خليت لكم الصحه والسلامه، نفعتني ما نكذبش عليكم البنات، يعني ماشي يعني راه تبارك الله جربتها الصح والعمل، ولكن كما عاودت قلت لكم كنتو محتاجينها هذه المناسبه، ما كنتوش محتاجينها انا شاركتها معاكم. خليت لكم الصحه والسلامه وصلوا ليا في راسكم، راه غنبدا نحط في الفيديوهات بشويه بشويه، انا غادي دقه دقه ما عنديش الخاطر، ولكن هذا الفيديو كان ضروري نحطه لان الكود برومو هاي في غير من هيا. نبوس بيديكم اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، تهلاو ليا في راسكم وخلوا ليا في التعاليق البنات اللي خدمت بيها، تخلي ليا في التعاليق حباباتي الراي تاعها.